نبدأ جولتنا من صحيفة القبس الكويتية التي عنونت ولادة توأم باندا في فرنسا ونفوق أحدهما. أنجبت باندا عملاقة توأما في حديقة حيوانات بوفال الفرنسية إلى أن أحدهما نفق بعد فترة وجيزة. وقالت الحديقة إن مسؤولين من الصين يشرفان حاليا على العناية بمولود الباندا الثاني، وكان توأم الباندا قد أبصرا النور مساء يوم الجمعة الماضي. وإلى صحيفة الغد الأردنية التي عنونت نباتي بريطاني يعيش على 150 موزة أسبوعيا. كشف طالب بريطاني أنه يتناول ما قدره 150 قطعة موز كل أسبوع، ويقول الشاب البريطاني إن ذلك جزء من برنامجه الغذائي الصارم للحمية المكون من الفواكه والخضروات، والذي يكلفه شهريا حوالي 160 جنيها استرلينيا. وعلى الرغم من أن خبراء التغذية يعارضون أسلوبه، إلى أنه لا يأخذ بنصيحتهم ويمضي في برنامجه الذي هو مقتنع به ويرفض تغيير أكل الموز. وإلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت دوريات أمنية لمطاردة القرود في إندونيسيا. قررت السلطات نشر أفراد مسلحين لمساعدة القرويين في جزيرة جاوا على مقاومة هجمات القرود المتكررة على المسنين والأطفال. ستكون مهام هؤلاء الأفراد القيام بدوريات وإطلاق النار على القرود إن اقتضت الحاجة، كما أنها ستستخدم أفخاخا لإعادة البعض الآخر إلى الغابة. وازدادت في الآونة الأخيرة هجمات القرود من فصيلة المكاك طويل الذيل على البشر في تلك المقاطعة. صحيفة البيان الإماراتية عنونت اليوم بعد ابتلاعها منزلين حفرة فلوريدا تزداد توحشا. اتسعت الحفرة الضخمة التي ابتلعت منزلين وجزءا من طريق في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بعد أن انهارت الحواف المتاخمة للحفرة فجأة. وبدأت الحفرة الأرضية في حجم حوض سباحة صغير واتسعت لتبتلع قاربا، ودمرت منزلين ودفعت المسؤولين إلى إجلاء السكان من نحو 10 منازل في 14 من يوليو الماضي. وإلى صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت أكبر ألماسة ما زالت تنتظر من يقدرها. بعد نحو عامين من استخراجها ألماسة تزن أكثر من 1000 قيراط، تدرس شركة لوكارا دايموند إقامة شراكة مع جهة أخرى لبيع الحجر الكريم إن لم تجد مشتريا خلال 6 إلى 8 أسابيع. كانت العروض في مزاد لندن توقفت عند 61 مليون دولار دون أقل سعر طلبته الشركة، وكان 70 مليون دولار.